السلام عليكم، محمد بوبقراط رئيس تعاونية ياسير لتربية الماعز وإنتاج الأجبان بمنطقة الشرق، منخرط بالجمعية الوطنية لمربي الأغنام الماعز بتجمع العوينات قنفودة. والحمد لله على هذه التظاهرة اللي دارها مجلس جهة الشرق، على هذا التنظيم اللي كان في المستوى هذا العام أحسن من العام اللي فات. الحمد لله داروا لنا لي بوكس نتاع الحيوانات نتاع الأبقار والخيول، داك الشيء في المستوى، وكان عدد هائل من الزوار اللي نصبوا البارح بالمساء. وبالنسبة لهذا الماعز هو من أصل ألبين ومن جبال الألب، يعني ماعز مستورد من فرنسا. وبحال هذا الفحل، هذا فحل هذا العمر ديالو 3 سنوات، وهذا هو القاطع. هذا الماعز يعني منتج للحليب، يقدر يوصل من حتى 5 لتر في النهار. والحمد لله راهم لقاو إقبال على هذه السلالة كثر في جهة الشرق وبالمدينة الشاون بالشمال. فماعز الألبين يعني من الناحية الإنتاجية تاع الحليب في السنة كتكون كتراوح من 600 حتى 650 لتر في السنة، وكيولد غير مرة في العام، يعني ما عنده، لأن هو مادام منتج الحليب ما كيولدش جوج مرات، كيولد غير مرة في العام. كيكون مرحلة الولادة من شهر 1 حتى شهر 3. وبالنسبة للذكور الحمد لله راك تشوف تبارك الله هذا الفحل قداش وصل الميزان ديالو، راه فيه 150 كيلو ديال الوزن. بالنسبة للسنة الفارطة كانوا جاو شي ناس بغاو ياخذوا علينا، عطاونا 10000 درهم وما بغيناش نبيعوه، لأن كنا عاد باغيين ناخذوا منه واحد الخلفات لهاد السنة. والحمد لله هذا العام جا واحد السيد البارح عطانا 6000 درهم ومازال ما قررناش نبيعوا له، ولكن غادي ما في الحقيقة ما سخيناش به، لأن تربى معانا وتولفناه، وهذا هو الإشكال اللي راه عندنا. الله أودي، شوف الحيوانات هما سبحان الله العظيم، راه الإنسان اللي كيتعامل مع الحيوان غير الناس اللي كتشوف الحيوان من بعيد، لأن كاينة واحد الصلة وطيدة ما بين الحيوان والإنسان. راه نقدر نقول لك هذا الماعز هنا وكان تخلطهم مع 1000 ديال الماعز، ونصدق باش نلغى لهم راهم غادي يخرجوا من وسط الماعز ويجيو، لأنهم عندهم واحد كيربيو واحد العلاقة اللي سبحان الله ما يحس بها إلا ذاك المربي اللي راه في وسط القاطع.